سيد ديفيد، مهمة صعبة أمام سيد دونالد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض. الوضع كان مختلف تماما بالنسبة لولايته الأولى، كنا نعاني من جائحة كورونا، الوضع الاقتصادي كان نوعا ما مستقر. اليوم نحن نشهد منطقة مشتعلة بالحروب، نتحدث عن الشرق الأوسط، نتحدث عن حرب روسيا وأوكرانيا. صعوبة المشهد الذي ينتظر دونالد ترامب. Well, it's an entirely different environment. He has inherited. هذا مشهد مختلف كليا. لقد ورث عالما مشتعلا وفيه كثير من التحديات. الآن نواجه مرحلة صعبة من التضخم الاقتصادي. وخاصة هناك أزمات في منطقة الشرق الأوسط. وهناك سلسلة من الأزمات التي ستتوجب على الرئيس الجديد التعامل معها. وكذلك كنا قد خرجنا للتو من جائحة كوفيد-19 وتفادينا الركود. وهناك تحديات كبيرة تركها الخلف أو الرئيس السابق، فإنه سيرث مجموعة من أو مجموعة أوضاع حصلت أثناء تولي بايدن. ولكن الرجل ملاحق جنائيا، لديه 34 تهمة موجهة إليه، ما مصير هذه التهم؟ هل باتت من الماضي الآن؟ التهم التي موجهة التهم ستصبح من الماضي. Well, listen, he's got these indictments. لقد انتهت هذه المسألة والمحاكمات القضائية. The state crime cannot be dismissed. Federal crime. الجرائم التي حصلت على مستوى الولايات لا يمكن التغاضي عنها، ولكن الاتهامات الفيدرالية يتم وضعها جانبا. على مستوى الولاية بوسعهم متابعة هذه الملاحقات وهذه الملاحقات القضائية، ولكن على المستوى الفيدرالي لا.